مش معقوله لكن يضربوا بالنقل يا ناس حرام عليكم، وطوا التلفزيون ده شويه، مش عارفه اصلح الكراسات بتاعتي كده كل التلامذه هتنجح. الاقي فين ولي امر هزقه عشان ابنه سقط؟ الاقيه فين ده؟ انا بنجح كل سنه وبتفوق عشان خاطر بابا بس. يا سلام، اشمعنى انا عشان خاطر بابا؟ عشان ما بحبش يا بابا حد يقول لك كلمه ولا يهز كرامتك. يا حبيبتي يا حبيبتي شطوره يا ياسمين، اخيرا بقى ان في فايده تس من تعليم ياسمين. طب يا ياسمين ما دام اتعلمتي قومي افتحي الباب. يلا يلا. لا ما انا مش هافق، انا مش من اللي بيتضربوا على قفاهم، انا قفايا ده تحمله للعمود الفقري. ايه في ايه؟ خير خير يا بابا؟ خير يا مدام سلوى؟ خير في ايه؟ ازيك يا عادل؟ ازيك يا مجيد؟ ازيك يا انعام؟ ازيك يا اخوانا؟ اتفضلوا استراحوا اتفضلوا. خير؟ ايه اللي حصل يعني يا استاذه سلوى؟ انت مزعل مدام سلوى في ايه يا بابا؟ ايه هو في حد يبقى عنده منطعي ويزعلها برضو؟ هو في حد يستجري يزعل منطعي؟ ده اللي يزعلها تكتب اسنانها، تقرقش عظمه، تكسره بالشومه اللي تحت السريره. واضح ان حمايه اتضرب بالشومه كتير لانه عارف مكانها. خلاص سلوى فقدت هيبتها واسترد السجون والسوابق. طب فهمينا بس يا مدام سلوى ايه اللي حصل يعني، واحنا هنحاول نعمل اي حاجه. ما تقلقيش يعني، ان شاء الله هنلاقي حل لحضرتك. لا يا حبيبتي، ما انتم اللي هتلاقولي حل هتلاقولي حل. اوعى عافيه هتلاقولي حل، ابيض اسود هتلاقولي حل. لينا سؤال يا مدام منطقي، المره دي جايه لنا بانه مصيبه يا مرات ابويا؟ جرى يا مدرس؟ ايه يا معلمة الاجيال؟ يا بتاعه تختار ما بين القوسين وعلي اللي ما يمشي، وضع علامة صح وخطا واكمل الجمل. انا كنت بسالك تطفحي قصدي تشربي ايه يا مرات ابويا؟ انا شاربه الظل من كعاني، بس ما يمنعش يا اختي اضرب كوبايه نسكافيه بلاك اند وايت. بلاك اند وايت على نفخه، كان يوم اسود يوم ابويا اتجوزك البلاك قال. ام زيزي عملت جمعيه وطلبت مني ادخل معاها. اعترضت قلت لها لا يا ام زيزي، انت نصابه ولسه خارجه من 3 سنين سجن. وعادتني انها تمشي دغري ومسكت شخش رغيف مقمر قد كده وحلفت وقطعته على عينيها. طيب كده يبقى عدها العيد؟ ولا عدها ولا حاجه، دي وقعت فيه واتمرمغت واتطينت. وانت ايه اللي دخلك اساسا جمعيه مع واحده نصابه وداخله في قضيه 3 سنين؟ باختي قدري نصيبي. واسمتي بقى كمان عشان المجموعه تكمل. واسمتي، المهم دخلنا الجمعيه انا وام شمر وام حميد وام فله وام فرهوده وام اوقه، وبعدين اتفقنا قدام الناس دي كلها عيانا بيانا ان نقبض التالت. طب ما حلو كده، يبقى معاكي شهود يعني. امال ايه، الكلام ده كله كان قدام الطقم اللي انا رغيت في اساميهم دول كلهم وكلهم شهود. طب تخيب يعني بوركواتي فاشي، يعني دلوقتي انت معاكي عندك ممكن تاخدي الحق بتاعك انت، والتلت ده ممكن انت تاخديه عشان انت معاكي مشاهدين يعملوا مشاهد معاكي مشاهد دي. مالك يا اختي، انت حاسه بحاجه؟ طالما عندك شهود ممكن ترفع عليها قضيه وتلبسيها 3 سنين تاني. يا جماعه اسمعوني، انا خلي ايديا. ما تقولي يا اختي، ما انا جايلك في الكلام. يا الله اسمعوا بعدين عقبوا. المهم الجمعيه مشيت زي السكينه في الحلاوه تمام التمام. ام فرهوده قبضت الاول وام شمر قبضت الثاني، وجا عليا الدور الثالث معهاش فلوس. ايه اعلنت افلاسها؟ لا، قال ايه ابو العيال عي واخدت الفلوس راحت جابت له بيها دواء. بصوا بقى اللي جاي بقى، انا عملت اصيله وبت ناس ورحت جبت له ايه استفنجي ومز بنقطه، اله تجي له نقطه على حباب عينيه، واتفقنا ان يقبض الرابع. كلمه التفاني والتضحيه ولا مبالاه ولا انانيه والوضوح يا ست المنطعي. اوعي يا اختي تكوني بتشتميني. لا والله ابدا، انا اقدر جميده يتقطع لساني من الغليغ. ده انا بقول عليكي كلام كويس قوي، ده انا بتكلم عن انطباعاتك اتجاه الاخرين. خلاص بقى يا حبيبتي خلاص، انسي بقى وخلاص. حبك بورس انت وهي. طيب قولي لي بقى حضرتك كنت هتقبضي كام؟ اه يا اختي بصي هقول لك، هم 3333 جنيه مصري فقط لا غير. وبقول لك ايه، انا جايه لك عشان انت وابوك تتصرفوا مع الناس البيئه العوق الدون. عادل بيبي بليز بليز ما تمشيش ورا كلام منطقي، لان انا خايفه ان عقلك الباطن يندمج مع عقلك الظاهري وتمشي وراها وتعمل حاجات شريره ووحشه.
اعمل ايه؟ اعمل ايه بس يا راني؟ اعمل ايه؟ معقوله يعني اسيب بابا يروح لوحده؟ انا برضو لازم اشيل عنه قلمين، شلوتين، بوكسين، اي حاجتين يعني. ما هو انا ما ينفعش ابقى ابنه في السلم وما بقاش ابنه في الحرب. بصراحه ابوك بقى اللي يستاهل، يعني حد قاله يتجوز واحده زي منطيعي دي وبتاعت مشاكل مالها انتي انعام قمره وتجنن وحنينه وطيبه قوي قوي قوي. اخيرا عرفت قيمه ماما دلوقتي. هو لعلمك بابا استبدل جوهره اصليه نادره بعقد فرس وجايبه من المولد، بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يستاهل بقى. رانيا عادل، رانيا خلي بالك من ياسمين ومن ماما، ما تخليش بالك من سناء خالص. ها حبيبي ما تقلقش، ياسمين ومامتك في عينيا الاثنين الى ان تعود من ارض المعركه سالما غانما ومعك الغنايم. اللي شبه الكره الفوتبول، فين امك؟ خش اندهها لي، خش. كانتها مصيبه اله التمرجي ينده عليها في كشف المصابين بانفلونزا الخنازير. ايه يا اخويا، محسسني ان احنا جايين نقرا فاتحه مش ناخد فلوسنا من الناس اللي نصبوا علينا فيها. شش منطقي، وطي صوتك يا حبيبتي، الحيطان ليها ودان. وبعدين لعلمك انا جايب جاتو على اساس ان انا ايه ما اخشش بايديا فاضيه، وقلت كمان ان انا ابدا بجاتو عشان في الاخر ان شاء الله نشرب حاجه ساعة. ده احنا جايين زياره بقى مش جايين خناقه. بقول لك ايه، انشف. انشف ايه وانت شايفاني مبلول؟ انا اقصد تبقى حمش وجامد مش خارق زي ابوك. سوسو سلوى حبيبتي ما تهزقنيش قدام ابني. ها بقول لك ايه، احترم نفسك انت يا واكسني يا مضيع حقي، ياللي خلتني اروح للي يسوى واللي ما يسواش عشان يجي يجيب لي فلوسي وجمعيتي. حضرتك انا مش هرد على حكايه اللي ما يسواش دي عشان انا عارف ان انت متضايقه، يعني اتفضلي حضرتك ارتاحي، حقك حقك حقك. نعم. حضرتك يعني انا جايب دست الجاتوه 6 قطع حضرتك بمناسبه الجمعيه ان شاء الله. واضح انها ما بتحبش الجاتوه يعني، او عامله دايت. واضح ان الخناقه بدات بدري. اول الضرب ما يبدا بلغ فرار. وبلغ الاسعاف في المره ان شاء الله. نعم نعم يا سلوى يا منطيعي، هو انت كل يوم والتاني تنطيلي؟ ايه ما وراكيش غيري؟ اديني فلوسي يا حبيبتي ووعدك انك مش هتشوفي السحنه دي تاني. فلوس؟ فلوس ايه يا ام فلوس؟ ما تجيش فلوس عندي يا حبيبتي، وانت عارفه كده كويس. ده اخر كلام عندك يا ابو زيزي؟ ايوه يا اخ اخر كلام. ما تصلي على النبي يا اخوانا، امال نسقش كده؟ يبقى انت كده بقى يا حبيبتي خبطتي على ابليس وفتحتي باب جهنم والبادي اظلم. ياما اوعي يا بنت تكوني فاكره عشان دخلالي بقفصين في ايدك ان انا هخاف منك. مين القفصين دول؟ انا وانت. يا جماعة يا جماعة، يعني احنا جايين نهدي النفوس واي حد ليه حق هياخده يعني حضرتك. حق ايه ونيلة ايه اللي بتقول عليها؟ انت بتتكلم على ناس محترمين، دول ناس نصابين بيئة بياكلوا حق الناس عايشين عوالة. لعلمك احنا جايين بقى بنقول يا شر شطر. حضرتك انا ما قلتش شر الشر دي ولا اعرف اقولها اساسا يعني. انا ما فتحتش بقي حضرتك. لا اوعوا تكونوا فاكريني هنا لوحدي، انا معايا جوه عيال كيفة اكل بني ادمين. ولا يا شماندي انت يا واد يا غراب، ولا يا زلومة يا استك، اجمعوا هنا فورا. أمرك يا معلمة. الله أكبر الله أكبر. إيه يا حبيبتي الوجهة المشرفة دول؟ اللي ماما دول هم دول يهزوا شعرة فينا؟ إحنا ما بناكلش من الكلام ده. حضرتك أنا باكل من الكلام ده. أنا صايم حضرتك. لعلمكوا بقى اللي قدامكوا ده بطل العالم في الكون خوفو يعني الكاراتيه، واللي جنبه رشدان بتاع سلاحف النينجا الكبير المدرب بتاعهم. يا حبيبتي دول ياكلوكوا بسنانهم، عارفين
عارفين السحنة دي مخبية وراها ايه؟ عارفين مخبية وراها ايه؟ غيلان شرسة. حضرتك انا ماليش دعوه لا بكاراتيه ولا كونخفو ولا اي حاجه من دي خالص حضرتك يعني. وانا والنعمه الشريفه ما اعرف مين هو رشدان ده يا استاذ. عليكم يا خرعين يا نسوان بشناب، ده انا اللي عايز اخوفهم منكم وبعمل لكم سفيف الاجرام. لا سفيف حاله والنبي ابو ناقص هو ناقص. حضرتك احنا كنا جايين عشان بالنسبه للجمعيه، يعني كانت هي اما فاهمانا ان هي ليها فلوس في الجمعيه، فهي لو ليها فلوس يعني جايين ناخدها بالحسنى، ما لهاش فلوس هنمشي بالحسنى والسلام عليكم ورحمه الله. ولا ايه؟ صح. لا بقى البت دي نصابه وملهاش جمعيه وعليها قسطين ما تدفعوه. ايه ده نصابه؟ نصابه واحنا جايين ندافع على نصابه يا بابا؟ معقوله؟ لا 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 احنا ما ندافعش على نصابه. الله. لا ما دام نصابه يبقى الله يمتك على الله. طلعت نصابه يا عم. بعتوني يا واطيين، سبتوني ومشيتم، مفكريني ما اقدرش اقوم بالرابش ده. لا يا حبايبي ده انا كلكم بسناني اكل. وانت يا استك تعال لي يا حنين على الوسط يا استك. الحمد لله اني خلاص دلوقتي مفيش اي منطعيات. ان شاء الله مفيش اي منطعيات. انا مش عارف ايه اللي خلاني اتخبلت في دماغي وجوزت الجوازه السودة دي. يا لا تعملوا يا فيقي في منطعي تلاقي. ايوه ما كنت قدامك اهو زي الفل، رفضت النعمه برجليك وسبتني. ايوه يا ماما. معلش يا انعام سامحيني يا حبيبتي، غلطه وندمان عليها. يا عم هاني شاكر انت هتسب اللي ماما وانا قاعد ولا يا بابا؟ انا في من النوع اللي ما بيموتش. هادي العادل اللي فاتك ما تفتحلهاش بقى، علشان دي ممكن تكون بتخلص في الانفاسات بتاعتها وتيجي تقعدينا هنا وتموت، وبعد كده كل العفريتات بتاعتها تطلع لنا. عفريتات وانفاسات؟ اوعي تقولي كده قدامها. طب انت افتح لها بدل ما تكسر الباب. حاضر يا بابا. هكسر لكم الباب. ساعة عشان تفتحي اللي هتتفتح في دماغك طاعة تاخد فيها اربع غرز يا بعيد كده. تسيبوني وتهربوا يا رجاله يا عرر؟ تسلم ايد الفنان التشكيلي اللي عمل فيك كده. ماله يا حبيبي فيا؟ انا فيا زي الفل اهو، مالي فيا ايه؟ ايه ده انا مراتي تتضرب وانا على قيد الحياه؟ يلا بينا ناخد بطارها عادل. يلا بينا. ايه يلا بينا؟ هي مراتك ولا مراتي يا بابا؟ للاسف مراتي انا. خلاص يلا بيك انت بقى، روح خد طارها انت حر. وبعدين فلوس جمعيتي؟ فلوسها وجمعيتها طب ما تتصرف لها يا بابا. ايه يا سناء؟ انا من رايي انك تبقي ست متحضره ومحترمه وتستغلي القانون مره في حياتك. روحي الاسم اعملي محضر بالضرب اللي على خلقتك ده. افهمتيني يا مدرسه؟ علمتيني يا معلمه؟ اللي هتتوكسي ليه يا حبيبتي؟ اروح اعمل محضر ليه؟ مالي كتعه فقدت زراعيه؟ ما هم زي الفل اهم وانا حيه ارزق. صحيح خسرت اول جوله، انما الجولات اللي جايه كتير يا حبيبتي. واروح لهم، اروح لهم الناس الدون الزباله الرمم اللي ما يتخيروش عنكم. ما تزرغطي يا مجيده. انت بتلططي قرد. عايزكوا تركزوا معايا ادي انت وهو عشان الغلطه بموته. انا مركز. وانا مركز يا باشا. وانا مركز. ما انت ركزت قبل كده هتقعد تركز تاني. المهم يا لهيمه هتاخد ايه معاك من الاسلحه؟ انا هاخد مطوه. ولا اقول لك هاخد مطوه؟ ما هي مطوه. وانت هغزك بالمطوه دي من اعاده كلامك. وانت يا لميزو هتاخد ايه معاك؟ لا انا مش هاخد حاجه من الحاجات دي، انا خايف. تخافي؟ يلا انا بقول عايز معايا رجاله، اختار لك سلاح بسرعه. طب انا هاخد سنجه، انا بسمع انها حلوه. حلو، يبقى مطوه وسنجه. وانت هتاخد ايه يا سعداوي؟ انا بقى باش هاخد شاي سكر بره. ماشي، يا مطوه سنجه شاي سكر بره. اهم حاجه يا جماعه احنا مش عايزين نتهز، احنا هنبقى داخلين على الناس وقصدنا خير. بدأوا هم بالشر، بس انا عايز ورايا وحوش، عايز رجاله، لان العيال دي عيال خير عم منفوخين على الفاضي، مش كده بابا؟ مظبوط صح. ما انت كان معايا يا بابا. يعني قول لهم على الواد زلومه اللي انا ضربته وهريته ده، قول لهم الواد زلومه ده مسكه زله اتضربوا علقه. طب قول لهم انت بقى على قصدك. ولا استك؟ استك ده لعلمكم انا اللي مسميه استك. ليه؟ من كتر ما سوقته على قفاه سميته استك. استكو استكا. طب قول لهم بقى على شماندي اهو ده بقى. ولا شماندي ده
شمندي شمندي ده صراحه يعني ما لحقتش اعلم عليه. المهم عايزكم تبقوا جاهزين، عايز وحوش ورا ظهري. اول ما اقول اذبح هيما قدره يذبح هيما قدره، موت ميزو قدره موت ميزو قدره، اقول على طول مثلا ايه اعمل لنا طقم شعر سعداوي قدره تعمل لنا طقم شعر على طول. خلاص اتفقنا يا رجاله؟ اقول لك اجري بابا تجري على طول. حريره عرفتوا هتعملوا ايه يا رجاله؟ لا حلو قوي، يبقى ربنا هيكرمنا اخر كرم. اهلا اهلا، ازيك يا زقله حبيبي؟ امك فين؟ جوه. خش ما شاء الله. قمر قمر تحس ان امه مهندسه. اهلا وسهلا. يا جميله، هو احنا مش هنخلص منكم ولا ايه؟ حضرتك يعني احنا جايين النهارده ورافعين رايه الاستسلام وجايبين شويه حاجات بسيطه كده، تفاح على شويه انت بتاكل الموز يلا. وبعدين يعني حضرتك المثل بيقول من دخل بيتك جاب الحق عليك. ها ده بالنسبه للناس المحترمه المؤدبه، مش بالنسبه للناس اللي جايه تشتلنا في بيوتنا. ست هانم احنا جايين من غير سلوى، جايين عشان نحل المساله المهببه دي. ايوه احسن برضه كده بقى، تقعدوا وتساعدوني في عمايل الغداء ونتكلم واحنا بنقرطف الملوخيه ونقمع الباميه. انا ما حدش يقرطف الملوخيه ويخرطها غيري انا، انا طول عمري بعمل الحكايه دي لمراتي. وانت يا هيما قمع يالا الباميه دي، وانت يا نقي الرز ده. طب ما قمع انا الباميه وميزو ينقي الرز. انا بقول قمع هيما قدره قمع هيما قدره، نقي الرز يا ميزو قدره ينقي الرز ميزو قدره. طب وانا يا باشا اعمل ايه؟ احمل واد زقله؟ اقول اعمل لنا شاي سعداوي وتعمل لنا شاي سعداوي قدره. اعمل شاي يا باشا؟ وحلم حصل. عيني يا قمر ما تشرب يا باشا قهوة على الريحة. حاضر يا باشا، وعندك واحد قهوة على الريحة. اهو ده حلم حصى، واحد شاي وصلحه. خد ده زقلة تعالى معايا. سلوى بقى مراتك ما دفعتش غير قسطين وما دفعتش تاني، يعني يا اخويا بوظت الجمعية، ازاي بقى عايزيني اقبضها؟ ازاي ده؟ مع انها مفهماني انك انت خدت الاسم بتاعها عشان تجيبي دواء لجوزك وعندها شهود بكده. شهود ايه وجوز ايه؟ انا يا اخويا لا عندي لا جوز ولا فرد، انا جوزي اتكل من زمان. ايه ده جوزك اتكل من زمان؟ يعني معنى كده ان سلوى منطعي مراتك يا بابا ضحكت علينا. طبعا ولطختكوا على قفاكوا ومشيتكوا وراها كده زي المعيز بعود برسيم. البنت سلوى دي طول عمرها سماويه وما بتحبش حد. ايوه فعلا طول عمرها سماويه، مش مراتك بس هي سماويه. يلا بينا بابا. يلا بينا. يلا على فين؟ انتوا لازم تقعدوا تتغدوا معايا النهارده. احنا نقعد بقى نتغدى بقى يا بابا. ولا قوم افتح الباب يلا. عيني. اهلا طنط سلوى. طنط ليه تجيلك طنه في ودانك؟ هي فين اللي ما تتسمى؟ الله الله حلوه يا رجاله، بتقطفوا الملوخيه وتقمعوا الباميه وتنقوا الرز. دلوقتي حضرتك انت كنت غلطانه، لان الست ام زيزي طلعت ان جوزها ميت وما نصبتش عليك ولا حاجه. يا حبيبي وصدقتها انت على كده؟ دي هي اللي نصابه. الهي موتها تاخدك يا ام زيزي. ايوه يا اختي نصابه، ومالكيش حاجه عندي، مالكيش غير علقه زي بتاعت المره اللي فاتت. ولا يا شمندي يا استج يا زلومه يا غراب. هما الاساتذه جايين. طب نستأذن احنا بقى نمشي بقى يعني. نمشي احنا بقى يا استاذ دوله، ولا اقول لك احنا نمشي احسن. اللي عايز يمشي يمشي، انا عامله حسابي جايبه حبايبي معايا، فشه كرشه منبار كوارع. ايه ده؟ ده المصمك كله جه. يلا بينا. طيب مدام كلكم اتعرفتوا ببعضيكم ما شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. يلا بابا يلا بابا. سلام عليكم. يلا يلا يلا. عندك احلى واحد شاي واحلى واحد حلبة يا استاذ عادل. ما تزغطش على جيدة. ليه 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 ليه